ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هكلمكم عن برفيوم من اوريفلام بوسز سيكريت. طبعا انا عامله فيديو قبل كده عن بوسز العاديه، وهتشوفوه عندي على القناه. يعني لو انتوا حابين تشوفوه هتلاقوا كميه فيديوهات للبرفيوم هتعجبكم جدا، واختلاف الاذواق بقى في حاجات كتيره. الحاجات بنات اللي بتحب الحاجات اللي منعشه، يعني هتلاقي الفلوري، هتلاقي الحاجات، يعني انا عامله ميكس جميل. بنات كمان العرايس اللي بتجيب برفيوم للجهاز وكده او للجواز، فهو هيعجبكم بجد. البرفيوم عامه لما بيتعتق بيقعد مده طويله، وهعرفكم ازاي بيتعتق البرفيوم ده. العلبه مختلفه تماما عن العلبه بتاعه بوزز العاديه. ده صناعه سويدي 50 ملي اودو برفيوم. شكل كمان هو قريبه من شكل بوزز العاديه، بس الغطا مختلف. الغطا التاني لونه ذهبي، ده لونه نحاسي شويه كده، فالغطا مختلف يعني. بس هي بجد مختلفة، يعني مكونات كمان مختلفة جدا. اللي بيميز بوسز العادية انها فيها اناناس، والاناناس بجد مخليها حلوة جدا، وهي كمان مكوناتها كتير. دي برضو مكوناتها، هي مش كتير قوي بس مكوناتها مختلفة تماما. يعني لو جبتوا الاتنين هتحسوا باختلاف وهيبقوا مميزين. بس اللي بيميز بوسز سيكريت انها تنفع جدا بالنهار. مبدئيا هكلمكم بقى عن مكوناتها. العناصر الرئيسيه اللي فيها هي فاكهه وحمضي ومنعش وناعم وتقبيلي منعش وفانيليا وتوابل ناعمه. طيب المكونات بقى ايه؟ القاعده، او هكلمكم عن المقدمه احسن في الاول. كيمشي اسود، برجموت، وياسمين. الوسط بيتكون من تفاح واوركيد وعباد الشمس. القاعده بتتكون من خشب الصندل والفانيلا. انا حاساها اكتر فيها حمضيات، يعني الحاجات الحمضيه فيها اكتر، وحاسه هي يعني مستحوذه على ريحه البرفيوم. فالبنات اللي بتحب الحاجات اللي فيها حمضيات هتعجبها جدا، البنات اللي بتحب الحاجات اللي او ما بتحبش الحاجات اللي فيها حمضيات مش هتعجبها، ومش هتحسها اللي هي مميزه او كده. يعني لو انتم ما بتحبوش الحمضيات ابعدوا عنها. طيب بالنسبه لثباتها، هي ثباتها كويس جدا. بوسز اصلا معروفه هي حلوه وثباتها قوي، مش ضعيف ابدا، وهي اودو برفيوم فثباتها يعني لا اختلاف عليه، هو من متوسط لعالي. وكمان كلنا عارفين البرفيوم في الملابس القطنيه بيثبت اكتر من لما تحطيه على الجسم، يبقى على الجسم اخره 3 او 4 ساعات بالكتير يعني، انما على الملابس القطنيه ممكن يقعد لتاني يوم. لو هو اصلا ثباته متوسط هيقعد لتاني يوم. ثباته قوي هيقعد معاكي مثلا من يومين لثلاثه اربعه على حسب بقى الجو وكده. هو شتوي وكمان ينفع بالنهار، يعني هو شتوي نهاري. بوسز تحسيها اللي هي شتوي ليلي، يعني ينفع في سهرات، ينفع في مقابلات خروج الكلام ده كله بالليل. انما بوسز العاديه، بوسز سيكريت تنفع بالنهار، وهي اصلا مصنفه اللي هي برفيم نهاري. بس هو ده فيديو النهارده، اتمنى لو يكون عجبكم. باي باي.